شكرا السيد وكيل الملك. الحضور الكريم كل من باسمه وصفاته. بداية تتشرف ولاية أمن فاس بدعوتها للمشاركة في أشغال هذا اليوم الدراسي حول موضوع السلامة الطرقية، والذي هو في الحقيقة رهان أو ورش وطني إصلاحي يجب على الجميع الانخراط فيه نظرا الإشكاليات التي يطرحها. اخترت موضوعا لمداخلة اليوم للتحدث عن دور مصالح الأمن الوطني كفاعل أساسي في المنظومة، مع تسليط الضوء على المصالح أو عمل مصالح حوادث السير. بداية وكتوطئة، كان من الضروري لكي أضعكم في السياق العام أن أتحدث عن أهمية التنقل وما يمثله وما كان يمثله ومثله دائما، كان دائما مرادفا للحرية وكذلك للاستكشاف. كذلك كان التنقل عبر مر الزمن وسيلة لنقل السلع وكذلك لكسب العيش وفك العزلة عن مجموعة من المناطق. إذن كان التنقل دائما مرادفا للتنمية، ولكن مع هذا التنقل ظهرت آفة إنسانية تؤدي الآن أو ينتج عنها الآن وفاة حوالي 1,300,000 قتيل سنويا وأكثر من 50 مليون جريح عبر العالم، ألا وهي حوادث السير. هذه الآفة دفعت إلى التفكير في إيجاد حلول نظرا للتحديات وللرهانات المطروحة. هذا الوعي العالمي نتجت عنه مأسسة، حيث تم خلق مجموعة من الهيئات على الصعيد العالمي التي تعنى بالموضوع. بالنسبة للمغرب الذي كان يتوفر على تجربة رائدة في هذا المجال، والتي كانت تمثلها أشغال اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، عبر المغرب عن انخراطه المشروط في هذه المبادرة التي أصبحت ذات حمولة عالمية. الرهان المطروح على الصعيد الوطني كان كذلك رهانا مهما، بشكل أصبح معه أي استثمار في السلامة الطرقية هو بمثابة توفير، وفي نفس الوقت حماية للمواطنين. كانت المؤسسة على الصعيد الوطني ضرورية، وكانت هي أول مرحلة في هذا المسلسل. ظهرت معها مجموعة من الهيئات المركزية وكذلك الجهوية، والتي كان منوطا بها التفكير في حلول ووضع برامج عمل بتنسيق مع جميع القطاعات المعنية. هذا نظام العمل الذي تم وضعه أو منظومة السلامة الطرقية هي في الحقيقة منظومة تشاركية، ووجب معها إشراك مجموعة من المتداخلين الضروريين لإنجاح الاستراتيجية الموضوعة لهذا الغرض. كان من الضروري على الجميع المشاركة في خلق حلول على مستوى التنظيم، على مستوى جمع وتحليل المعطيات، على مستوى التمويل، على مستوى بناء وصيانة الطرقات، على مستوى تحديد ومعالجة النقاط السوداء، كذلك على مستوى الفحص التقني للمركبات، على مستوى التربية على السلامة الطرقية، على مستوى
تعليم السياقة على مستوى تكوين السائقين المهنيين، كذلك على مستوى التشريع، وكذلك على مستوى الإخبار والتحسيس، على مستوى القوات العمومية وتطبيق القانون، على مستوى الإسعافات للضحايا، وكذلك على مستوى البحث في مجال السلامة الطرقية والشراكات مع القطاع الخاص والجمعوي. بالنسبة للمديرية العامة للأمن الوطني التي هي شريك أساسي في المنظومة، فقد أبانت أو عبرت عن انخراطها اللامشروط في هذا المسلسل، وبناء عليه تم اتخاذ مجموعة من التدابير. أولا على مستوى التكوين، فقد تم إشراك أو وضع مصوغات متعلقة بالسلامة الطرقية على مستوى التكوين الأساسي لجميع رجال الشرطة على مستوى المعاهد والمدارس الشرطية. كذلك حظيت المصالح المعنية مباشرة بالقضية بتكوين تخصصي في إطار التكوين المستمر والتخصصي. كذلك تم خلق مجموعة من الوحدات التي تعنى بصفة خاصة بهذه القضية من قبيل الفرقة المتحركة للسير الطرقي، والتي تتوفر على التجهيزات الضرورية وكذلك التكوين اللازم للمشاركة بكل فعالية في هذه المنظومة. كذلك تشارك المديرية العامة للأمن الوطني عبر المشاركة وكذلك تنظيم الحملات التحسيسية والحملات التربية على السلامة الطرقية، وذلك دائما بهدف التحسين من التصرف البشري. كذلك تقوم مصالح المديرية العامة للأمن الوطني سواء منها مصالح حوادث السير أو المصالح المعنية بتطبيق القانون وبالسير والجولان بتوفير المعطيات اللازمة والتي يتم على ضوءها أو على ضوئها عفوا اتخاذ القرارات المناسبة، وكذلك القرارات المناسبة وكذلك تنظيم حملات أو عمليات تقوم بها مصالح شرطة السير والجولان وكذلك مصالح الهيئة الحضرية. هذه العمليات التي تستهدف عوامل التي تؤدي بصفة مباشرة إلى حوادث السير أو الأكثرها شيوعا. تقوم كذلك مصالح الأمن الوطني بعمليات استباقية تركز فيها على النقط السوداء وكذلك على المحاور الأكثر خطورة، والهدف منها هو ردع المخالفين المتهورين. كما اعتمدت مصالح الأمن الوطني مقاربة جديدة في التعامل مع آفة حوادث السير على مستوى مصالح حوادث السير. كان أولها هو اعتماد نظام جديد في تلقي الإخباريات عبر الخط 19، إذ تم إحداث نظام جديد تمكنت مصالح الأمن الوطني بموجبه من تجاوز المعيقات الكلاسيكية، إذ مكن الخط 19 إحداث الخط 19 مكن من تلقي الإخباريات والتفاعل معها بالسرعة اللازمة، وذلك دائما خدمة لمصالح المواطن خاصة عندما يتعلق الأمر بحوادث السير. تم كذلك خلق قاعات للقيادة والتنسيق. هذا النظام الذي بدأ الاشتغال بموجبه بمجموعة من المدن وسيرى النور قريبا بهذه المدينة،
هو نظام يتم بموجبه تقطيع ترابي دقيق للنفوذ الحضري بشكل يسمح بالتجاوب في بسرعة اللازمة وكذلك في أقل وقت ممكن مع جميع الإخباريات أو النداءات الاستغاثة وخاصة في حوادث السير. كما عملت المديرية العامة للأمن الوطني على الرفع من عدد مصالح حوادث السير بشكل يسمح لهذه الأخيرة بالتقليص من نفوذها الترابي وبالتالي التجاوب بالسرعة اللازمة والكافية والتقليل من وقت التواجد الانتقال والتواجد بعين المكان والتجاوب مع الحالات في أقصر وقت ممكن. مصالح حوادث السير تقوم بمجموعة من المهام في حالة الإشعار بأي حادثة وتتمثل في أول شيء يقوم به متلقي النبأ عن حادثة سير هو التفكير في إسعاف الضحايا، ولهذا الغرض فإن الموظفين العاملين بمصالح حوادث السير تلقوا تكوينا خاصا في هذا المجال، تكوين على الإسعافات الأولية وكذلك تكوين يسمح لهم بالتعاطي مع مسرح حادثة السير بالشكل اللازم. تقوم مصالح حوادث السير فور وصولها إلى عين المكان بإشراك ما يرونه مناسبا، يقوم عناصرها بإشراك ما يرونه مناسبا من مصالح لتعود الأمور إلى نصابها ولكي لا تؤدي الحادثة الأصلية إلى نتائج ترجع إلى عرقلة حالة السير بالموضع الأساسي. كما تقوم مصالح حوادث السير بالحفاظ على ممتلكات الضحايا من التلف أو من السرقة أو من الضياع. وهناك دور لا يقل أهمية عن كل هذه الأدوار تقوم به مصالح حوادث السير، وهو دور يتعلق بتوفير الإحصائيات كما سبق وأشرت إليه سابقا، توفير الإحصائيات اللازمة والتي يتم على ضوئها تحديد النقط السوداء وكذلك تحديد العوامل الأكثر شيوعا في حدوث الحوادث. تقوم مصالح حوادث السير كذلك بإنجاز دراسات دورية بالأهمية بمكان وتعتبر كمرجع وكخارطة طريق يمكن تستأنس بها المصالح الموازية في إيجاد حلول للمشاكل التي تؤدي إلى حوادث السير. كل هذه أو كل ما تم إنجازه على الصعيد الوطني وكل هذه المؤشرات التي يراها البعض على أنها مؤشرات سلبية والتي يمكن أن نرى على أنها في شقها إذا قارنا ما بين نمو حظيرة السيارات وكذلك استقرار نسبة حوادث السير المسجلة، أظن أن هناك لا زال هناك طريق طويل أمامنا. عندنا مجموعة من السيد الوكيل، عندنا مجموعة من المقترحات والتي من شأنها نتمنى أن تعطى دفعة جديدة للتعاون ما بين المصالح على المستوى الجهوي بشكل يسمح
وضع خطط عمل جهوية وأخذ التدابير اللازمة على ضوئها. كما نتمنى أن يبقى استمرار في الأخذ بعين الاعتبار معطى السلامة الطرقية في خلق طرق جديدة وكذلك صيانة الطرقات الموجودة. كذلك نتمنى أن أبنت التجربة على أن أول غالبا يكون أول متدخل أو أول مخبر على الحديثة هو سائقي سيارات الأجرة، فلما لا يتم تكوين هذه الفئة من السائقين المهنيين نظرا لتواجدهم أولا في موضع الحديث، لما لا يتم تكوينهم في مجال الإسعافات الأولية. كذلك أبانت التجربة والإحصائيات على أن بعض المخالفات والتي هي أقل زجرا هي المخالفات التي تكون نتائجها وخيمة، من قبيل مخالفات الخوضة وكذلك مخالفات عدم وضع حزام السلامة. هذه المخالفات هي مخالفات من الدرجة هي مخالفات بسيطة ولكن نتائجها تكون غالبا وخيمة. كذلك نتمنى أن يكون هناك مجهود إضافي في تحديد مسؤولية السائق المخالف الذي يتسبب في الحادثة بين عدم الانتباه أو الإهمال أو المجازفة المقصودة. نتمنى أخيرا أن تعطى دفعة جديدة للشراكة مع القطاع الخاص وكذلك النسيج الجمعوي، وشكرا. شكرا للسي شجاع.